السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة المحترف للشروحات، مرحبا بكم من جديد في قناة المحترف للشروحات. اليوم سوف نتكلم عن موضوع كيفية إدراج الجداول داخل ملف الوورد. سأتكلم فيه عن كيف تنشئ ملف كيف تنشئ جدول داخل الوورد، كيف توظيف الخانات، كيف تلون الخانات، كيف تكتب بشكل عمودي داخل الخانات، وكيف تقوم بمسح الخانات الغير المناسبة. يعني كما تشاهد سوف أريك كيف تقسيم بهذا الشكل، كيف التلوين بهذا الشكل، كيف كتابة عمودية يعني بهذا الشكل، كيف تدرج الصورة في المكان الذي تريده بهذا الشكل. لنبدأ على بركة الله الشرح. أول شيء سوف أفتح يعني ملف وورد جديد، سيأتي معي هذا ملف الوورد. أول شيء سوف أذهب إلى كلمة انسخسيون أو كلمة إضافة، ثم كلمة طابلو أو الجداول، ثم أذهب إلى هنا ديسيني أن طابلو، ثم بعد ذلك يعطيك القلم كما تشاهد معي في الصورة لترسم به كما تريد داخل الملف. أول شيء يعني اختر المربع الكبير الذي تريد العمل عليه. ثاني شيء يمكنك إضافة ما تريد يعني الخانات بهذا الشكل، أرسم ما تريد يعني هنا هكذا هكذا، يعني الزاوية التي تريدها والخانات طبعا التي تريدها بهذا الشكل. يعني تستطيع أن تضيف أي كما تريد يعني فقط باستعمالك لهذا القلم. إذا أخطأ طبعا هنا يوجد كلمة لاغوم وهي الميمات، سوف تذهب إلى لاغوم وتضغط على الملف، عفوا الملف الذي تريد عفوا السطر الذي تريد حذفه بهذه الطريقة، وسوف يتم حذفه نهائيا. طب إذا أردت يعني تكبير هذا الزاوية وهذه الزاوية، طبعا سوف تذهب تعيد إلى كلمة سيليكسيوني وسيليكسيوني يعني الكل، وتقوم بيعني عفوا لم أضغط هنا يعني تكبير تصغير كما تريد بهذه الطريقة. الآن كيف مثلا الكتابة، سوف أكتب هنا مثلا كلمة المحترف، مثلا الكتابة عندما تضغط عليها، الآن أريد أنا أكتب بشكل أريد أن أضع هذه الكلمة في الوسط. هنا عندك خيارات الكتابة، هنا تضعه في الوسط، تضعه مثلا بشكل مائل، سوف تضغط على هذه الكلمة. هل رأيت كيف أصبح الآن شكل مائل؟ الآن شكل مائل في الوسط بهذه الطريقة. الآن كيف ألون هذه الزاوية؟ سوف تضغط عليها مثلا تضغط عليها اثنين مرتين، سوف يتولد معك هذه الألوان، اختر اللون الذي تريده، مثلا تريد تلوين هذه المساحة. الآن طريقة يعني إضافة صورة في المكان الذي أريده، أنا مثلا أريد أن أضع صورة هنا، سوف تذهب كلمة انسيرسيون، ثم تذهب إلى ليفورم، ثم تضغط هنا في هذه الأيقونة زون دو تكست، ستختار المساحة التي تريد إضافة صورة فيها، مثلا أريد إضافة صورة هنا بهذه الطريقة. الآن كل ما علي يعني سألونها بالأزرق. الآن سوف أعود لأنسخسيون ثم لإيماج، ثم مثلا سأختار هذه الصورة وأضعها هنا بالشكل الذي أريده بهذا الشكل كما تلاحظ. هنا تنسيقات الصور طبعا، أنا لا يهمني الصورة الآن، سوف أقوم بحذفها. أيضا الكتابة قلنا عليها، يعني التقسيمات إذا أخطأت دائما عد إلى كلمة انسيرسيون هنا ديسيني. إذا أريد مثلا خط مائل أضع خط مائل، إذا أريد تقسيم بهذا الشكل أضع بهذا الشكل، إذا أريد يعني بهذا الشكل بهذا الشكل، يعني أنا وإذا أخطأت دائما عد من هنا. إذا أردت أن تمحي مثلا شيئا من هذا الأخطاء، قم دائما بالعودة إلى لاغوم وحتى تمحي ما فعلت. كان معكم قناة المحترف للشروحات، إذا لم تفهم أي شيء أرجو أن تتركه في تعليق وسأجيبك عنه في أقرب وقت. أجيبك